مقادير الرز على الشاشة، رز مصري ولازم يتعمل برز مصري، قرفة، معلقة سكر، شوية بهارات، بصلاية ناعمة اللي أنا بحمرها دلوقتي، واسيب البصلية على النار كده تاخد لون، واللحمة بتستوي معايا، بدأت أشم الريحة الحلوة بتاعتها، الأكلتين هيطلعوا مع بعض، بحط فيها نصها كده. شفت شقاوة المطبخ؟ هو ده، هو اهو خلاص خلصت. الرز طلع قبل القياس، ناخد الرز نسقطه هنا. يا ويلي ايه الشطارة دي يا عم الشيف؟ ده الرز بالخلطة، شوية الملح، شوية القرفة الناعمة، وانت بتعمل الرز كده اه عارفة بتعملي ايه. اهو كمان قرفة ناعمة هنا، اللهم صل على النبي. زود القرفة، انا بحب الرز بالقرفة. انت عارفة ايه اللي بيخبط جوه الطحنة ده؟ قرفة، سكر، بودر، فلفل. دايما تحط يا اما حمص يا اما فول سليم، حمص او فول او رز حسب الفتحات بتاعه المطحنه. ليه يا عم الشيف؟ عشان تشرب الرطوبه وما يكلكعش جوه، لا القرفه ولا السكر ولا البهارات. لما تحط حمص او فول او رز، هي جت المعلومه للامانه عشان انا سمعت الصوت. خلي بالك ده مهم جدا على فكره، اي حاجه بتيجي الفرصه ان انا اقولها ما ببخلش بيها، لان ربنا هيحاسبني على ده. نقلب ده كده، شفت البصلايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شويه رز حكايه. عندي شوربه على النار، شفت البصلايه في قلب الرز مدلعاه ازاي؟ خدت لون ازاي؟ العب يا سمك. ادي الرز معانا، فلفل حار، انا بحب الرز اللي بالخلطه ده بيبقى شويه سبايسي. ناخد دول نسقطهم كده. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الرز اخباره ايه؟ عايز الشوربه، ننزل عليه بالشوربه. اوبا، واحنا شغالين مع بعض. شوربه اللحم، هو ده. خلص الرز، ومجرد ان انا اقلبه على النار، عيني حاضر. انا خايف تنزل اللحمه في الرز، وانا عايز اللحمه مع القلقاس يا شفيق. اهو اهو اهو، يلا مش حارمك مين حاجه. حلو، نقلب كده، خلص الرز. شفت شفت شقاوه المطبخ؟ هي دي الشقاوه. مش بتحب الفلفل الحار على الرز؟ والله مخرجنا اللي قال لي لون الرز. انت ممكن بعد الرز ما يستوي شيل الفلفل ده من النار، بس صدقيني لما نقعد على السفره هتلاقينا عايزين نفتح الشهيه بالقرن الفلفل المستوي ده. اطلع الرز لما يستوي، حذاري حذاري انك انت تغطي الرز قبل ما يغلي، او انك انت توطي النار على الرز قبل ما يغلي، هيعجن منك ومش هيبقى مظبوط في الطعم ولا في اللون ولا في الشكل. مهم جدا اول ما الرز يغلي بالشكل ده كده تقصري عليه النار، وتفتكر المثل الشعبي اللي المغازي بيقوله واهالينا علموه، اتقل على الرز لما يستوي. شويه رز حكايه، بص على شويه الرز دول بقى، بص على شويه الرز طلع ازاي. هو ده. نغرف الرز ده ونخلص منه. فيهم ريحه اللحمه، الله الجزار ده بيحبني، مديني حته لحمه ملبسه، ادتني شويه دهون حلوين، شويه شوربه حلوين. طعم القرفه، طبق رز قيمته الغذائيه عاليه جدا. نغرف الرز ده يا عم الشيف، يلا بينا نغرفه. يستاهل طبق حلو للامانه، يعني زي ده كده. يعني عندك شويه كبد فراخ، شويه لحمه مفرومه، ممكن تحطهم على الرز ده، شويه مكسرات مفيش مشكله، بس انا احبه زي ما هو كده طالما انا عامله القلقاس باللحمه يعني. عاجبني قوي القرن الفلفل اللي هو رايح جاي ده في قلب الرز، بيخلي طعمه سبايسي، مش سبايسي قوي يعني، في شويه كده ايه فواتح شهيه. بيسالوني برضو
شوف مغازي، وقت البرنامج بتاعك تقريبا ساعة الا ربع بنشوفك، او ساعة تقريبا لما المخرج بتوصى بيك وبيحبك، او 50 دقيقة بتعمل الاكل ده فعلا ما بتشوفكش بتطلع حاجة من تحت الكاونتر او من تحت الترابيزة، على عينك يا تاجر. بس معايا مساعدين شطار، بحضر شوية مزمبلاس اللي هو التحضير، بصلاية تتقطع، فص التوم يتفرم، انت اعملي زي كده، فرم التوم وحطيه في التلاجة، البصلاية تقشرها وتحطها في مية ساعة، مش تخش المطبخ بقى تبدأي من كل حاجة خالص يعني، الحاجات دي مطلوبة على فكرة. القلقاس يتقطع وتحط في مية ساعة، يوم يبقى لونه حلو زيه زي زي البطاطس بيتحفظ. شفت الرز حلوين ازاي؟ شفت الحلاوة دي؟ شفتوا الجمال ده كده؟ اه مش محتاج اي برزنتيشن خالص، هو لوحده بيتاكل. رؤية فن ابداع بنشوفه على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.